كسر في الحوض وفي العمود الفقري، امورها تعبانه جدا. جيد. احنا هذه المدام طبعا بدل ما تتصل في الامبولانس يجي يشوفوا اجراءاتها، هذه بتحملها داخل السياره طبعا غير قادره على الوقوف او على المشي. لان عندها كسر في العمود الفقري في الحوض، ما تقدر توقف. فالحرمه مسكتها وبالسياره حطتها وظلت تجر فيها لغايه ما جابتها المكتب. ما جابتها المكتب، ما ودتها المستشفى. ما جابتها المستشفى طبعا، لما جابتها المكتب كانت تتعامل معها بعنف، يعني تشوتها بريولها شيء وتشدها في من قميصها شيء بعنف، يعني اذا ما انكسرت في من خلال الوقعه ممكن هي كملت عليها من خلال العنف. نعم. الحين احنا صرنا اتصلنا في الامبولانس، اجى الامبولانس وشلوها خلال دقائق بارك الله فيهم، يعني ما اتصلنا خلال دقائق تقول شلنا الامبولانس واقف باب المكتب. الحمد لله رب العالمين. اجوا ما شاء الله عليهم وشالوا. في وين خالي؟ في دبي. زين. اجوا وخلال دقائق شالوا البنيه ودوها مستشفى راجل. زين. الان هذه عامله وما لها غير الله، والمفروض كفيلها يعني يكون هو المسؤول عنها. زين. كفيلتها طبعا من جنسية عربية، احنا ما نبي نذكر اسمها ولا هذا، صارت تنازع فينا الخدامة على الضمان. يا عمي احنا ما عندنا مشكلة في الضمان، الضمان اذا الخدامة، ولكن هذه اصابة عمل ما خلت ولا هذا، وانتو لازم تحاسبوا المستشفى المكتب، يعني كانها هي تنظف عنا في المكتب وواقع عنا في المكتب. بنروح يا سيد العزيز ما خلت من جهودها جهد. طبعا انا عندي فيديوهات مثبته داخل المكتب لان عندنا كاميرا احنا. نعم. كيف كانت تتعامل مع العامله بعنف وداخل البنايه، حارس البنايه بعد بيقول حرام، هذه كانت تشوتها بريولها للبنيه. نعم. يعني تزيحها، مش بيديها تزيحها، بريولها تزيح الخدام. المهم صرنا حمايه المستهلك، ففي حمايه المستهلك هي راحت قدمت شكوى ان تبي بيزاتها. نعم. ان الخدامه داخل الضمان. فيوم جلسنا وإنه إجا أخ مصري في حماية المستهلك، هذا اسمه خبير الخدم، أنا أول مرة، أنا لي 20 سنة أشتغل في الخدم، أول مرة أشوف خبير خدم شفته في حماية المستهلك هنا ما شاء الله. خبير ما شاء الله جايبين. زين جزاهم الله. خبير زين. خدم نعم. زين. هذا إذا هو خبير خدم أنا المفروض بروفيسور الخدم، المهم ما علينا. فخبير الخدم شو بيقول؟ قال هذه طبعا لازم في عقد. قلت له كيف يعني عقد؟ قال يعني في عقد عامله بين العامله وما ادري شنو، يعني انه قال اذا في عقد يحفظ حقوق العامله، اذا ما في عقد ما يحفظ حقوق العامله. قلت له يا اخي هاي العامله على كفاله الحرمه، المفروض الكفيل يكون مسؤول عن مخدومه او عن المكفول، انا هذا اللي اعرفه صح ولا لا؟ نعم. فالان القضيه منظوره داخل هذه، امبارح احنا رحنا زرنا العامله في المستشفى تبكي، اول ما دخلنا عليها ماسكه مصحف وتقرا القران مسلمة وتبكي تقول مشان الله لا تهدوني. فإحنا يعني أنا مش عارف وين أروح، عشان هذه لازم تتعالج حتى الشفاء يا شيخ، مظبوط ولا لا؟ واحدة تعمل في بيت وتشتغل وسقطت من السلم، المفروض يعني كفيلتها تشوفها وتراعيها، يعني الإنسان هذا في النهاية، مظبوط ولا لا؟ نعم. فما أدري وين أروح أخوي أبو راشد، وين ترشدني؟ كل ما أروح تنقالوا شو أنت صاحب العلاقة، يعني إحنا في حماية المستهلك بس إذا بندفع بيزات صاحب علاقة، بس إذا بنراجع ونتابع اللي بنيبة ما مش صاحب علاقة، وين أروح أنا ماني عارف. بنقول لك وين تروح فارق. طيب إن شاء الله. الله يبارك فيك. الآن هي انصاب هي كافلتنا، انصابت عند الكفيلة. عند الكفيلة. نعم. أنت سلمت إياها خذتها خلاص طلعت من عدتك أنت. ما هو احنا طلعنا من عدتنا بس احنا مش عارفين القانون. خلي انت الضمان، هذا الضمان الحين هي ما جت للضمان، لو جت قالت انا ما بشتغل على عيني وراسي، الان هي تعورت عند الكفيله، ما يخص الضمان في هالامر يا طويل العمر. ما دخل يا سيدي، هذه حمايه المستهلك على عيني وراسي. اوكي انا الحين يا طويل العمر معلش خذني بعقل على قد عقلي شيخي، يبت لي شغاله او يبت لي العامل وانا كافلني. إذا مثلا عندها قالت رفضت أنها تعمل، أخلت بأي بند في العقد، هذه ما أنا أنت كمتعهد يا ابننا لازم تدفع لي فلوسي، ولكن يا طويل العمر الآن هي طاحت وتكسرت هنا، طلعنا خارج نطاق الضمان الحين، نحن ما يخص الضمان.
زي ما ماتت. انا مش مشكله عندي الضمان، حتى لو في الضمان او احنا، المهم ان انسان هذه دي ما يهمك ان شاء الله. فالك طيب، الله يجزيك الخير. يعني وقعت وانكسرت، مش لازم يعني بالانسانيه يعني. فالك احنا طيب، احنا والله نتحمل، شو في علينا، حتى لو بخارج الضمان برضو نتحمل، ما عندنا مشكله. فالك طيب، ولكن كفيله تظل تطارد علينا من هنا ومن هنا. وهي يا رجل انا عندي فيديوهات والله تثبت ان هي تعامل سيء، يعني تعامل الخدامه وتجرها من قميصها وهي مكسوره ظهرها، يعني وتجيبها من مردف، من مردف لغايه اي. يمكن أبو، يمكن التحرها كذابه يا سيدي. حتى لو كذابه المفروض ان الواحد يطل في الامبلانس، حتى لو كذابه. المحامي والمستشار القانوني عيسى بن حيدر، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ابو عمر، عليكم السلام، صباحك الله بخير يا سيدي، كيف حالك؟ العافيه، الله يسلمك، الله يطول لي عمرك. اسفين على الازعاج يا سيدي. تحت امرك ان شاء الله. الله يطول لي عمرك، انت ما بناقص في المحكمه ونحن نزيدك بعد. الله يعينك ان شاء الله. طويل العمر، انا متعهد عمال يا طويل العمر. نعم، وجبت عامل على كفالتك انت بن حيدر. نعم، انت كافلنا وانا عن طريقي انا. نعم، وسلمتك يا طويل العمر وخدت انت عندك في البيت. نعم، اشتغل عندك، اتعور هذا العامل ودوه المستشفى. تمام، زي الاجراءات هني شو على طويل العمر؟ منو يتحمل المسؤوليه؟ يتعور عندي في البيت، في شيء يسميه اصابه عمل، اذا كان العامل تعور في البيت بسبب عمله في المنزل. نعم، فطبعا يتحمل علاجه، فتره علاجه، اذا كان الشخص اصيب اثناء عمله وفي بيتي انا، انا كصاحب المنزل لا، انا اروح اعالجه واتكفل بكل هذه الامور. يعني كل هذه قانونيا. نعم، انت تتكفل فيها. نعم، نسميها متعمل. اما اذا عامل مثلا اصيب في اثناء اجازته وطلع يتمشى والله في السوق وتعور في السوق، فهي ما في علاقه سببيه، ما في ارتباط ما بين الاصابه والفتره اللي كان يشتغل فيها. اما اذا كان يشتغل داخل البيت لا، فهي عمل يتكفل فيها طبعا صاحب العمل نفسه بعلاج المصاب. هني العمليه ما تدخل انه والله انا ارجع واخذ فلوسي هني، انتهت لا لا لا، هاي بعد تدخل فيها اذا شاء، بعد العامل نفسه اذا اصيب اثناء قيام بعمله في فتره في ساعات العمل او في ساعات اضافيه، طبعا يقدر يلزم حتى صاحب العمل بالتعويض عن اصابته. هي نعم، يعني العمليه الان المسؤوليه تقع على الكفيل، صاحب العمل. بالضبط، صاحب العمل اللي هو الكفيل 100%, 100%. سواء في الشركه او في المنزل حتى، لان هذه الله يسلمك يا ابوها طويل العمر ما كملت اسبوع وتنظف الله يطول لي عمرك فوق الكبت، ما ادري بعدين اطفون فوق الكبتات الايام، حاطه ريول خاري وحليله عند الدريشه ومتعلقه على السلم وريول على السلم وتنظف الكبت، فرطت ريوله يا طويل العمر ويت من الطابق، الحمد لله الدور دور واحد بس، يت من على الارض يا طويل العمر من الدور الاول، طاحت برا مسكين. لا حول ولا قوه الا بالله، طاحت اللي لا صار عنده كسر، اظني كسر في العمود الفقري صار عندنا. لا، هاي صارت عمل واضحه وتتكفل فيها طبعا هي الكفيله. عفوا، صاحب المكتب هذا وياي انا ابو منو؟ عفوا الريال ابو راكان يا شيخ. ابو راكان زين، حياك الله ابو راكان، حياك. سمعت بن حيدر شو قال خالي؟ والله بن حيدر نسمع له دوم، احنا ما شاء الله عليه بارك الله فيه. ايه، احنا سمحت الفرصه ان هذا عشان نشكره بعد، لانه والله فيه الخير، دوم نشوفه يساعد الناس عندك. الله يطول، لا ما يقصر، بارك الله فيه. زين ان شاء الله. الان سمعت يا طويل العمر؟ طيب يا سيدي، احنا نريد نتواصل مع بن حيدر ونراويه هالفيديوهات، واحنا نوكله كمكتب، نوكله في قضيتها. البنت هذه حصل لها حقوقها، لانها حرام والله، لان هذه انسانه واخذتها لها حقوق، يعني لازم تاخذ حقوقها، تتعالج حتى الشفاء، اذا تمشي تروح تمشي. لا، وتقدر تطالب تعويض خالي اذا بعد تضررت مثلا. تعويض احنا ما نبي، احنا نبي بس البنت. لا لا، هي تقدر تطالب بالتعويض. اذا هي تبي تطالب بتعويض هي حره، بس احنا نباها مثل ما جبناها تمشي تروح تمشي. الحين شو عندها هي؟ كسر؟ عندها كسر في الحوض، كسر في هذا. ما بالعمود الفقري، الحوض بسيط. يعني بتنش ان شاء الله. وعندنا التعامل كان سيء من الحرمه. هذا يعني عاد هذا يرجع له هي عقب ما. المهم خالي، ويوم بتخلص موضوعه بعد، اذا ما تبغي تشتغل تبغي تسافر بعد منا الحين، لا مساعده المسكين. بارك الله فيك. والله والله يا سيدي انت ابو راشد فيك الخير. لا لا، هي جايه تشتغل، ما تدري. ما طرقنا بابك ابو الله يعزك، ما تدري بها جايه متسلفه، جايه عندها عيال تكد على اهلها، ما تدري بخالي. وحتى الان بنتواصل وياك ان شاء الله الان، بخلي حد يتواصل. الله يعزك، بخلي حد يتواصل وياها ان شاء الله، بيتواصل وياك علي عشان نتواصل وياها في المستشفى، وناخذ ناخذ عنها العنوان عشان نحول اهلها مبلغ بسيط، يكون تعرف هي تشتغل عشان تساعد اهلها مسكين. الله يا سيدي بيمين. الان ان شاء الله بتواصل. احنا برضو من عندنا برضو مبلغ مقابل المبلغ مالكم. الله يجزيك خير، الله يجزيك خير، الله يجزيك خير. الله يجزيك. انا والله حزت في نفسي
يوم جلسنا في هذا وجاء خبير الخدم، يعني خبير الخدم ابو عمر سمعت الكلام هذا؟ اسمح يا إيه حمايه المستهلك خبير الخدم قال لازم ترجعون الضمان. الحين شو الحين الحرمه متعوره شو يخص الضمان؟ ومتعوره عند الكفيل يا طويل العمر في بيت الكفيل وهي تعمل على راس عمله هي وين متعوره في المكتب الحين؟ الضمانات يمكن المنطقيه هي مساله المرض وعدم مريضة حامل وعدم عمل الحمل. نعم. والسوالف هذه نعم. يا هم كنا نتكلم فيها، لكن والله اصيبت والإصابة تمت أثناء عملها في المنزل، ما تبالي خبير عمل يعني تمت الضمان تمام على طول. نعم صحيح. الله يجزيك خير يا أبو عمر، دائما نستنير يا طويل العمر من خلال الله يسلمك. لا الله معرفتك بالقانون جزاك الله خير، وألمامك بهذا الأمر الله يجزيك خير، ونشكرك على التواصل. مشكور يا أبو عمر جزاك الله خير، حياك الله، الله يطولك. مشكور يا أبو عمر. بركان بيتواصل ياك علي إن شاء الله يا بركان. نشكرك ونشكر الأخ أبو عمر ونشكر الأخ علي، وبارك الله فيكم وبارك الله في هالبلد الطيب. الله يطول عمرك والله يحماكم ويحماكم من الفتن. الله يعزك. آمين آمين. احنا يا سيدي احنا أردنيين طبعا نعتبر حالنا والله الحال واحد احنا. الحمد لله الحمد لله. بيتكم وكتفنا بكتفكم. الحمد لله الحمد لله. الله يديم المعروف إن شاء الله. بارك الله فيكم. شكرا. مشكور يا أبو أصيل أبو ركان عفوا حبيب الله. يا هلا وسهلا فيك، حياك الله في حفظ الرحمن. يا هلا وسهلا فيك. نتواصل معكم مستمعينا الكرام مشاهدينا الكرام بعد هذا الموجز، ابقوا معنا. هنا الرابعة، أخبار العالم من 107.8 اف ام راديو الرابعة. السلام عليكم ورحمة الله. مؤتمر إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية ينطلق اليوم في الرياض السعودية بمشاركة أكثر من 400 شخصية. مصادر صحفية تعلن وقوع اشتباكات بين المقاومة الشعبية والحوثيين قرب الضالع جنوب اليمن، ويعلن مقتل شخصين بقصف قوات موالية لصالح والحوثيين زنجبار وأبين في خرق للهدنة لليوم الخامس. منظمة اليونسيف تقول إنها تمكنت من إيصال المساعدات إلى أكثر من 400 ألف يمني في محافظات متفرقة. وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر يصف مقتل أبو سياف القيادي البارز في تنظيم داعش في عملية نفذتها قوات خاصة أمريكية في سوريا بأنها ضربة مهمة وجهت إلى التنظيم هناك. جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل مملكة البحرين يبدأ زيارة إلى المغرب. الشرطة الأفغانية تعلن مقتل ما لا يقل عن 3 أشخاص بانفجار سيارة ملغومة في قافلة تقل جنودا أجانب في العاصمة كابول. وفد من وزارة الاقتصاد برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إلى تبليس عاصمة جورجيا غدا لاستطلاع الأسواق الواعدة. دائرة أشغال الشارقة تعلن تنفيذ حزمة مشاريع بتكلفة 300 مليون درهم. صافي أرباح شركة الواحة كابيتال يرتفع خلال الربع الأول من العام إلى 182.2 مليون درهم. في الرياضة وجوه شابة جديدة للمنتخب الوطني في معسكر ماليزيا والذي يأتي ضمن تحضيرات الأبيض لخوض مباراة الأولى في التصفية الأسيوية المؤهلة لنهاية كأس العالم روسيا 2018. مواجهة مانشستر يونايتد أرسنال، سوانزي سيتي مانشستر سيتي الأبرز اليوم بالأسبوع 37 للدوري الإنجليزي لكرة القدم. إسبانيول يستضيف ريال مدريد وأتلتيكو مدريد برشلونة الليلة بالدوري الإسباني لكرة القدم. أكثر من 2.1 مليار شخص في العالم، أي نحو 30% من إجمالي السكان حول العالم يعانون من البدانة أو الوزن الزائد وفق دراسة حديثة. الدراسة تتوقع أن تطال هذه المشكلة نصف البالغين في العالم بحلول عام 2030. طفل صيني يعود من الموت بعد دفن 8 أيام، حيث سمعته امرأة كانت تمر بالقرب من المقبرة في منطقة غوانشي. الشرطة غوانشي الصينية، الشرطة تقول إن والداء الطفل المزارعين تخلوا عن الطفل، وربما فعلوا هذا لأنهم رأوا أن الرعاية الطبية ستكون مكلفة للغاية. العجوبة وراء نجاة هذا الطفل تسرب الهواء وماء المطر من خلال ثقوب في المقبرة جعلته يبقى على قيد الحياة. بعد بصمة الأصابع والبصمة الجينية سيتمكن البوليس الأمريكي من قوله من اكتشاف المجرم عن طريق بصمة البكتيريا، هذا ما توصل إليه فريق من الباحثين الجيولوجيين الأمريكان. إلا أن البكتيريا الموجودة على تلفون الموبايل وفي النعال تسمح بمتابعة تنقلات المجرمين خلال اليومين الأخيرين. كنتم مع الأخبار من 107.8 FM راديو الرابعة.
أنا ما بطلع برا البيت بدون ما تكون معي. هي دايماً معي بسيارتي وما في غيرها بيصبرني. أكيد عرفتوا عن شو عم نحكي. ماكفيتيز دايجستيف بار، تصبيرة على الجوع وصحية أكتر من أي بسكويت تاني، ومتوفرة بثلاث نكهات: شوكولا، شوكولا والكراميل والنكهة الأصلية. كونوا معنا أنا رامي وزميلتي نور كل يوم ببرنامج وابتسم الصباح لفرصتكم تفوزوا بسلة هدايا بقيمة 500 درهم من ماكفيتيز دايجستيف بار. ماكفيتيز دايجستيف بار، حلو بوقته بس على الأولى. راديو الرابعة. لازم نعرف شو السر اللي مخبيه خالد، دايما تراه مبتسم ومرتاح، حر وبرد بالشغل وبالقهوة. يقولون انه ما يفصل كندورته الا من اغمشة تويوبو اليابانية الاصلية. لازم نعرف السر. اقمشة تويوبو لم تعد سرا. تويوبو اقمشة بيضاء بجودة لا تضاهى مع خبرة تزيد على 100 عام، فخمة ناعمة ومريحة في جميع فصول السنة، متوفرة في الامارات وجميع دول الخليج. تويوبو ideas and chemistry. في رحب المحبة نرسو، وفي تلاقي نجوم السماء بدفء المياه المتلألئة، نحيي فرحة الأحبة في جنبات قاعاتنا الفخمة لتتم بهجة اللحظات السعيدة بمذاق معد بشغف. حفلات الزفاف في العنوان مرسى دبي صممت لكم. اتصلوا على 044-567-777 أو زوروا موقعنا theaddress.com حيث تتألق الحياة. اسمعنا بس. راديو الرابعة. راديو الرابعة. حلو الواحد يكون بوس، مكتب فخم، فلوس كتير، وتخبر الكل كيف لازم يشتغلوا. لك بدي ضلني أعلمكم على شغلكم. ويكون عندك ناس بيخلصوا الشغل عنك. الشغل كله تمام يا بوس. هذا الأسبوع رح يكون دورك تصير أنت البوس تبعنا. سنتر بوينت رح يعطيك الفرصة أنك تصير البوس تبع راديو الرابعة. فيك تختار من أجمل الأغاني العربية الجديدة يلي لازم تحطها على الهواء. وكمان سنتر بوينت عنده عرض، هو البوس لكل العروض، خصم من 25 حتى 60% بفروع سنتر بوينت. خليك انت البوس مع سنتر بوينت، للعائلة والموضة وجهة واحدة. بس على الأولى. راديو الرابعة. وبالانتقال إلى حالة الطرق، كورنيش عجمان مغلق تماما بسبب شدة الازدحام على مطعم ومقهى نبع العراد. وأنا رايح إلحق طاولة. مطعم ومقهى نبع العراد في أضخم برنامج فني مع نجوم ذا فويس، ستار سعد، مراد بوريقي يا سيدتي ومولاتي، والنجم عمار خطاب. قالت لي اوعى تهتم ان شاء الله ما بتشوف الهم. اجمل الاجواء العائليه مع اطلاله خلابه على كورنيش بحر عجمان. مطعم ومقهى نبع العراد، شاطئ عجمان بعد كورال بيتش. الحجز 055-23-88-368 او 06-74-77-455. انت وعدتني تغير لي الصالون. حاضر، فالش طيب. وغرفة النوم بعد يبالها تغيير. ان شاء الله من عيوني. انزين، وشو بخصوص غرفة السفرة؟ وهاي بعد نغيرها. لازم ادق على الخشب، اول مرة ما تعارضني. لا حبيبتي، ادقي لدار الديكور لان مسوين خصومات 70%. خصومات 70% على غرف النوم، غرف الطعام واطقم الجلوس لدى دار الديكور للمفروشات. دار الديكور للمفروشات، امتداد شارع الوحدة، هاتف 06-555-1948. الرابعة والناس يأتيكم برعاية رويال للمفروشات، قيمة مذهلة كل يوم. مستشفى أوريانا، الرعاية الطبية بأرقى معاييرها. الشعر فينا أيها العرب، ما دام قد مات في أرواحنا الغضب، وأين منا يد التاريخ توقظنا؟ فربما القوم ناموا بعدما تعبوا، وأي سيف نضوناه لنكبتنا؟ حتى ولو كان سيفا أصله لعب. يا أمة الشجب والتنديد، ما
صنعت فينا بطولات، من دانوا ومن شجبوا، عجبتوا من حالنا والدهر يسألني أهؤلاء هم الأخيار والنجوب، وأينما كان من أحلام وحدتنا وما مضغناه حتى ملت الخطب. أراه حلما يناديني وأتبعه لمع السراب ويمضي حين أقترب. ليل البطولات ما هذه مآثرنا، ولا الذي منه كانت تعجب الشهوب. قد سيما خسفا حمانا بعد عزتنا، وحكما السيف فينا من له أرض. أدمى فؤادي ما يجري بساحتنا، ونحن لما نزال للسلم نرتقب، كأن تلك الدماء الطاهرات رأت زيف السلام وبان الوهم والكذب. يا واهبا لليالي الحزن لوعتها، خذ من فؤادي بعضا للذي يجب. ومن لهيب بصدري فاتخذ عبسا، فليل أوجاعنا في طوله عجب، هم يقصدون به استسلام أمتنا باسم السلام الذي صاغوه أو كتبوا، وزادهم طمعا فينا تفرقنا، وهم على الغدر قد شبوا وقد غلبوا. فالانقسام بلاء زاد فرقتنا، كأنما لم يعد ما بيننا نسب. ولو صدقنا عقدناها بثانية في قيمة حيث لا ألقاب أو رتب. يا وجه أمتي الغالي وسحنتها، حتى متى بدخان الظل تحتجب؟ قالوا يغرد دون السرب وانتقدوا، يكفي بأني أنا الغريد يا عرب. قالوا يغرد دون السرب وانتقدوا، يكفي بأني أنا الغريد يا رب، يكفي بأني أنا الغريد يا رب. We'll be right back.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته خبي خالد دايما تراه مبتسم ومرتاح حر وبرد بالشغل وبالقهوة يقولون انه ما يفصل كندورته الا من اغمشة تويوبو اليابانية الاصلية لازم نعرف السر اقمشة تويوبو لم تعد سرا تويوبو اقمشة بيضاء بجودة لا تضاهى مع خبرة تزيد على 100 عام فخمة ناعمة ومريحة في جميع فصول السنة متوفرة في الامارات وجميع دول الخليج تويوبو ideas and chemistry هل تواجه تحديات يومية بسبب البدانة؟ هل تعاني من مرض السكري؟ ارتفاع الضغط الشرياني؟ أمراض القلب؟ توقف التنفس أثناء النوم أو مشاكل أخرى متعلقة بالوزن الزائد؟ العيادة الجراحية لعلاج البدانة لدى المركز الأمريكي الجراحي في أبوظبي والفريق الطبي المتكامل تحت إدارة الدكتور باتريك نويل استشاري جراحة عامة ملتزمون في مساعدتك خلال كل خطوة من مشوارك للحفاظ على صحتك المركز الأمريكي الجراحي 02-443-0909
مرحبا خليفة، أنا مستعد لعزيمة عادل، بس أنت تندل عنوان بيته الجديد؟ بيته الجديد؟ لا، عندي رقمه على مكاني. مكاني؟ شوها؟ هذا النظام العنوان الجغرافي الرسمي بدبي اللي أطلقتها بلدية دبي، توصل أي مكان في دبي بنظام مكاني الذكي. عجيب، وأنا أقدر أستخدمه؟ أكيد، تقدر تحمل تطبيق مكاني المجاني من أي جهاز ذكي. وكيف أقدر أعرف رقمي على نظام مكاني؟ سهلة، حدد بيتك على الخريطة في التطبيق واضغط عليه، بيطلع رقمك الخاص على نظام مكاني. الآن يمكنكم تحديد مدخل أي مبنى في دبي باستخدام تطبيق مكاني، نظام العنوانة الجغرافي الذكي، والذي يمكن تحميله مجانا من خلال جوجل بلاي أو أب ستور، أو زيارة الموقع الإلكتروني مكاني.ae. مكاني، الحل الذكي في مدينة دبي الذكية. تابعوني أنا محمد الملا كل يوم سبت الساعة 10 مساء في قلب الرابعة على راديو الرابعة. الرابعة والناس يأتيكم برعاية رويال للمفروشات، قيمة مذهلة كل يوم. مستشفى أوريانا، الرعاية الطبية بأرقى معاييرها. أجدد لكم التحية مرة أخرى مستمعين الكرام، مشاهدين الكرام، من خلال راديو الرابعة الموجة 107.8 من الإمارات العربية المتحدة من عجمان، ونتواصل معكم. يا هلا وسهلا فيكم، ونتواصل أيضا مع اتصالاتكم الهاتفية. اليوم ما شفنا رسائل مول خالد، ها؟ ما كيف تأخذ مكالمات؟ يلا مكالمات، جزاك الله خير. أظلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو. عليكم السلام، حي الله أبو راشد. مرحبا أبوي. يا هلا وسهلا. يا مرحبا سهلا ابو راشد، انا متصل ببرنامجكم، ما يمنى لك الخير يعني، جزاك الله خير. الله يطول لي عمرك ان شاء الله، نتمنى نكون قد الثقه هذه ان شاء الله. الله يطول عمرك يبارك فيك، الله يخليكم ان شاء الله يا رب، يحفظ دوله الامارات. امين يا امين يا ربي، امين يا ربي. تفضلي يا اختي العزيزه. بخصوص ولدي العود، نعم، ابدا ما مريحني، الصغار احسن يحترموني شايلين، لكن هو بدل ما يشلني يركضني المحاكم، بدل ما يشلني يقل أدب علي. أعوذ. يوم العيد في بيت أمي سلم على الكل على يميني ويسار، ما سلم علي أنا. السبب شو؟ يا مرة طلب مني، أنا ما كان عندي أعطيك، أصبر يعني لآخر شهر إن شاء الله باخذ من أختك وأخوك، كان نتعاون نعطيك اللي تبغى. دائما يبغى إحنا نعطي نعطي، عشان أنت لازم تصرف علي، أنا تعبت، أنا كبرتك، أنا صرفت عليك، أنا من دب قلبي صرفت، تعبت لما ربيتكم أنا. هيا يا هاليوم انت جالسني في خير، بعد انا والله في طريق من المحكمه طالع سايب البيت، محكمه اليوم كان عندنا،
عندي ولد صغير في ثانوية عامة بس هو مايا قلت حق قاضي عليه امتحان الولد عنده ثانوية عامة يمتحن وقاصر هو بعد احنا اعطينا وكالة حق المحامي طالب حق في انت لك حق في البيت اسكن احنا من اول قلنا لك تعال اسكن انت رفضت قلت انا ما بسكن بسكن في شارجة حرمتي ما تبى ابو ظبي تبى في شارجة صديقاته هناك احنا ما رفضنا ما تسكن انت الحين من عقب 2001 الحين فكر بصير تشتكي علي انا عشان البيت على شو مشتكي الله يطول عمرك انا غيرت رايي بسكن عندكم على شو مشتكي ابوي الله يسلمك مشتكي انه هو يبغى سهمه في البيت هذا بيت ورثه لا بيت هذا بيت حكومي باسمي باسم عيالي البيت باسمك وباسم عيالك نعم اي بس في وين البيت الله يطول عمرك في اي اماره في الرحبه في ابو ظبي بس طويلة نعم. العمر ما يحق له ايضا ما يحق له يبغى يسكن وياكم يسكن ما يحق له ان هي بس قانونا على ما اعتقد ما يحق له ان الله يطلع لا زين انت اي اساس هذا بشكل ودي انا بسكن اذا احنا رفضنا عقب احنا قلنا لك تعال اسكن قلت والله زوجتي ما تبى معيشه هنا تعيش قلنا الحال واحد في بيت كلنا كلهم عندي عيالي ساكنين كم واحد ما كم نفر ما شاء الله ساكن كم النفر في البيت ما شاء الله ساكنين ما يعني عيالي الله يبارك سته ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله ابو راشد هذا ولدي العود انا راضي على هالصغير والله العظيم شاليني شل اللهم لا تبلي بس على ما اعتقد والله قانونا ما له حق يطلعك في البيت طويله العمر لا بعد شو يغلط لسانه وصف كان يينا ما يجي على خير يوم كان يينا كان يغلط يمد ايده على خواته من غير سبب يعني كلام قلت ما عليه ما عليه الناس يسمعون كلام مو بزين يصدقون هذا مريض نفسي هذا ما ادري شو فيه لعوزنا حرمته بعد ما دانينا هي الحرمه مصلحه وهو مصلحه اذا في شيء نعطيه يبغونه ما عندنا شيء ما يبغونه زين الحين المشكله ويا رافع عليكم قضيه في المحكمه رافع هيك في طالب شو يطالب حقه في البيت والله محامي قال هذا باين يبغى سهمه في البيت زين بس البيت يعني شكل ما اعرفه المحاماه ان هذا ما يبغى يسكن اي بس هذا بيت حكومي يا طويله العمر بيت هي بيت حكومه مب... هذا مب... هذا تحمل مراتب احنا بعناه ما اعطيناه لا احنا اجرناه ما اعطيناه اي بس هذا ما بيت ورثه طويله العمر لو بيت ورثه مثلا نعم. للمرحوم ابوه الله يغفر له ويرحمه اذا مثلا متوفي وخلف نعم. عليكم البيت هذا نعم. هذا يعني بيت ورثه ولكن هذا الان على ما اعتقد بيت حكومي ما من حقه انه يبيعه ويطلعكم من البيت نعم 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 إيه؟ المحكمه شو قالوا لك المحكمه اليوم يوم سمع عشان الصغير هذا ولدي عنده امتحانات نعم قالوا لازم الراي كل احنا رمسنا قلنا احنا ما رفضنا خلي يقول احنا رفضنا هو ما يسكن يعني هو اذا يبغى يسكن في البيت يسكن وياكم اذا ما يبغى نعم بل هو احنا ما رفضنا يفاجئني براشد انا عندي ضغط عندي سكر عندي قلب انا تعبانه قبل فتره انا من عناي مطلعيني الله يعافيك يعني. فاجئني يوم من المحكمه جاب لي ورقه والله تم ينزف دم من خشم حلدي يوم ودني مستشفى لندن قال اقول الحمد لله يوم نزل ما تم في مخه ابو عمر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليك السلام يا ابو راشد اسمح لنا عاد الحين شوي ها ترى لا تحت شوي. امرك تحت امرك الله يطول الله يطول اسمع القصص هذه قصص الابناء والاباء صراحه تعور القلب والله تعور القلب ولكن في النهايه شو بتقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اي والله يعني ابني يبغى يطلع امه من البيت او ابني يطلع والده من البيت مع ان يلزم الابناء بالانفاق على ابائهم اذا كان الاب ما له مصدر دخل نعم صحيح والتكفل بابوه ولا امه يتكفل فيهم بالضبط يعني بالضبط نعم 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 واجب شرعي هو يتعب يشير ويكد ويتعب وهذا عشان يريحهم ما بي ما هو يتعبهم ويكون هو مصدر شقاوة لهم والعياذ بالله اللهم لا تبلي لا حول ولا قوة الا بالله الحين البيت بيت الحرمة باسمها ولا باسم باسم ورثة ام ممنوع عفوا اختي ام سلطان ام ابراهيم ام ابراهيم ابراهيم اظني هي قالت ام سلطان منو الحين اللي هذا سلطان ولا ابراهيم اللي ضاربكم؟ لا ابراهيم اكبر في بيتي اللي ضاربكم ابراهيم ولا اي واحد؟ لا هذا العود هذا العود ها خليفه ها ليش ما تقولي انهم خليفه عيال؟ ها خلاص معور قلبي ما اقدر اقول اعوذ بالله ما اقدر اقول يا براشد اللي سوى فيني مو بشويه لا اله الا الله انت شايف في حياتك ام يغلط على الولد يغلط على امه على خواته انا يا وديت عن نفسي ربيت انا يا وديت عن نفسي صرفت عليه
ما خليت، انا قصرت بعمري بس ما قصرت خاصة على هو. الله يهدي ويصلح. ما اذا بيتي كان باسم الام بس بشكل عام. هو بيت حكومي، هو بيت حكومي ما بيت ورثه ابو عمر. زين عطنا ميا الحكومه باسم ام باسمك انت ام خليفه ولا ولا باسمهم كلهم؟ كلنا انا وعيالي. انا وعيالي باسمها هي وعيال ابو عمر. زين بس الحكومه فيها ايضا تعليمات في لوائح داخليه في كل اماره تصرف هالمنازل، تمنع حتى البيع في المنازل هذه. هاي وجدت المنازل هذه بس للسكن، استخدام السكن. يعني نحن دائما بعض الاشخاص يعترض على والله ليش اعطينا ارض منحه او بيت منحه وما اعطونا حق التصرف فيه. طبعا كان توجه الحكومه في هذا الموضوع وعدم اعطاء الاشخاص اللي هم عندهم امور ماليه او امور خاصه اجراءات تضرب الاسره، فوضع المنزل كمنحه من الحكومه القصد منه استقرار الاسره في هدف الحكومة. والله والله افضل يا ابو عمر، والله افضل. لان في ناس الحين يضاربون اهلهم على اساس ان يبيعون البيت ويطلعون وايدين. وين بيعيشون الحين؟ وايدين ورث ابو عمر، وانت لا يعني ما يخفى عليك هالشيء. يعني محامي مغصص علينا وايد، مغصص علينا. لا لا المحكمه ما تقدر تتاخذ قرار في في بيت منحه اصلا. اذا كان الموضوع مثلا على سبيل المثال في دبي، هناك مرسوم من الشيخ مشتوم الله يرحمه بان القضايا المنظوره في بيت المنح واراضي المنح لا تنظر في المحاكم. نعم. مش يعني والله نقدمها ونشوف محكمه شو راي. لا المحكمه ما تسمع الدعوه هذه ابدا. عدم سماع الدعوة لعدم مخالفتها للقوانين. نعم. وحتى على ما اعتقد ابو عمر اظني في ابو ظبي بعد اظني ما في كل مرات الدولة. هي لان هذا بيت ما بيت ورثة، لو بيت ورثة ملك للحكومة. نعم. وانت بس حق السكن في هذا المنزل. نعم. تسكن في البيت هذا. نعم. تلتزم بالقوانين. اما انك تنقل ملكيته، خصوصا بعد ان اخواننا الله يهديهم ياخذون اراضي منها حمص، يسالني شخص ارض منحة في دبي ب 120,000 يا اخي ما عليه. باتر اذا يول الورثة او الشخص قال لك والله بعد ما تبني البيت ابغي بيتي، انت بتورط اياه. نعم صحيح. قال بس انا اخذت عليه شيك وخذت من الورثه. قلت ما في شيء اسمه قرار فاقد لا يعطيه، بس شخص ما يملك هذا عشان يعطيك اياه. فتصرف تصرف هذا بيكون فضولي، لازم توافق عليه الحكومه. فمساله التصرف بالبيوت المنحه او محاوله بيعها او اخذ يعني قيمه التصرف. يعني يعني نطمن الان ام سلطان، لا ورد من البيت لا ينباع ولا يتاجر. لا بالضبط. وما في محل نظر من المحكمه، ما لها حق تنظر في مساله والله بيع نصيب ونصيب المنزل هذا. ما في مجال ابدا. يعني اطمئني يا ام سلطان، خلاص ما هي ما يقدرون يبيعون البيت. اي شو شرى راح نسميه زي ضعف فنجان شرى بتنتهي. ما ما ما, ما عليك ما عليك من كلامي، وما يقدر يبيع البيت وما يقدر يطلعكم من البيت. لا لا وما قال بيع، هو يقصد يبغى ياخذ حصته من البيت او جزء من البيت وياخذه ياجره. اصلا انا عندي ورقه من البلديه البيت ما يتاجر ولا ينباع. اي خلاص ما يبغي يشتم البيت ويجري او حصته في البيت بيأجره، ما يستوي. ما يجوز قانونا ما يجوز بو عمر. ابدا ما يجوز. خلاص اطمئني يا ام سلطان، اطمئني ما يقدر يسوي شيء. الله يخليك. الله يطول عمرك. ما يقدر يسوي شيء. اطمئني ان شاء الله. الله يخليك. الله يطول عمرك. والله الله يصلح ويهدي ان شاء الله يا ربي، ويرد الى رشد ان شاء الله يا ربي. يا ان شاء الله ان شاء الله. ويحبك يحبك عريولك ما براسك. ما ابغي انا براسك. لا لا يحبك عريولك. بهدلني وايد. لا وسي انا لو كلام كله، انا ربع الكلام ما قلت لك. الله بعينك. الله يهدي ان شاء الله ويصلح يا رب العالمين. نتمنى له الهدايه وان الله 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 يعوده الى رشد ان شاء الله يا رب. يا رب. ان شاء الله. المفروض الحين هو يهتم فيكم امه وخواته. لو مهما يكون الام ام مهما يكون، لو سوت ما سوت بالنهايه امك ما يخص في اي شيء. جزاك الله خير. الله يطول عمرك. الله يصلح بينكم ان شاء الله يا رب. الله يطول. الله يسلمك. الله يسلمك ابو عمر. براش يا اخوي والله ما ماشي يا اخوي والله. واحد امس اسمع قصه يلقيها واحد من المحاضرين، يقول قعدنا مع شخص نحن في الجامعه. هذا الشخص كان عمره 120 سنه ما شاء الله. سال الناس عطنا اغرب قصه في حياتك. قال لما توفت زوجتي وانا في الثمانين. نعم. كانوا عندي مجموعه ابنائهم 10 ابناء. فبعد فتره قررت اني اتزوج. الابناء يقول خافوا على الورث هذي عندي، فقالوا نحن بنقوم بكل اللي تبغيه، ما في داعي تتزوج، ما في داعي.
نعم الحين بنرعاك بنسوي لك اللي تبغاه. سووا دعاوي حجر، سووا مشاكل عشان بس الرجال هذا ما يزد.